أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج اليوم في مباراة للمحركات الفازيرو أمام ستوكفيش، وأدوار المحركات أثبتت أن خوفنا على القطع ليس له مبرر، بل أن الموقف هو الذي يحكم التضحيات. وعندما نقول نقلة لا يلعبها بشر فهذا ليس مجازا، بل بالفعل لقد فاز الفازيرو بنقلة بل بنقلات لا يلعبها بشر. هيا نراه وهو يغير قواعد الشطرنج. إهداءات الفيديو السابق للذين وصلوا للحل الصحيح F5: محمد أمين، منا بهريم، أبانوب حماية، عباس خنسة، العراقي، محمد أمين، إبراهيم يسري، وائل الشهاوي، أحمد الزامل، محمد الحميري، وإهداء خاص لمرح الجردي ورغد الجردي. الفازيرو بالأبيض وبدأ نايت F3، افتتاح ريتي، ورد ستوكفيش نايت F6، D4، E6، C4، B6. بكده دخلنا في دفاع هندي الوزير، وبيسمى بهذا الاسم لان فيل الوزير هو اللي بيخرج عن طريق الفيونكة. ولو كان الاسود لعب G6 واخرج فيل الملك عن طريق الفيونكة كان هيسمى دفاع هندي الملك، لكن دفاع هندي الوزير له عيب خطير هنعرفه بعد قليل. والابيض كمل G3، بيشوب B7، بيشوب G2، بيشوب E7، كسل، وهنا الفازيرو لعب D5، بيضحي بيدق والاسود بيقبل البيدق، وهنا لعب الفازيرو نايت H4، بيفتح الوتر للفيل للتصويب على البيدق الذي لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الفيل، وده العيب الخطير اللي اتكلمنا عنه لان فيل الفيونكة الاسود بيكون غير محمي، بينما فيل الفيونكة الابيض بيكون محمي بالملك. والاسود مضطر لحماية البيدق، وبعد CD5 نايت D5 الابيض لعب نايت F5، بيصوب على الفيل، والفيل لو ذهب للF6 هيلعب نايت D6 طالب الفيل وبيخترق معسكر الاسود، ولذلك نايت C7، والابيض لعب E4 وبيسيطر على الوسط، والاسود بينافسه بG5، والابيض اخد، والاسود اخد بالحصان، وبعد نايت C3 بيعبق الحصان وبيصوب على الحصان الاسود اللي قام بالتكسير طالب الوزير. وهنا وصلنا للموقف الاول، واي لاعب هياخد الحصان والاسود هيكمل في تعبئته كالمعتاد، ولذلك الفازيرو كمل بكوين G4 طالب المات، والاسود دافع بG6 نايت H6 تشيك، كينج G7، وهنا فقط الابيض اخد الحصان واصبح متاخر ببيدق، بيشوب B8 طالب الوزير، والوزير ذهب للF4، والاسود بيلحقه بكوين D6 طالب تكسير الوزيرين، والوزير الابيض ذهب للA4 طالب يعبق الفيل على الF4 بتنبو على الوزير، ولذلك G5 بيمنع الفيل من الذهاب للF4، وكذلك بيمنع حمايته للحصان، والحصان مطلوب. والفازيرو لو تراجع بالحصان الاسود هينتهز الفرصة بF5، والحصان لازم يتراجع، وبكده الاسود افضل فله بيدق زائد وهيعبق قطعه بسهولة، ولذلك الفازيرو ما تراجعش بالحصان انما تركه ولعب روك E1 وبيصوب على الفيل وبيترك الحصان، والاسود فرحا فاز بقطعة واصبح متقدم بقطعة وبيدق، لكن بيعاني من ان ملكه اصبح في العراء وقطع جناح الوزير ما زالت في اماكنها الابتدائية. ولكن هل ده يساوي قطعة وبيدق؟ ده اللي هيجاوب عليه الفازيرو اللي كمل بالنقلة القوية H4.
طالب البيدق، والبيدق لا يستطيع الاخذ لانه مربوط بالفيل، والابيض بيهدد بالاخذ البيدق بتشيك، ولو اخذ بالفيل هيلعب كوين اتش 4 تشيك على اساس ان الفيل مربوط والملك لازم يتراجع، والابيض هيسترد القطعه بتشيك وموقفه افضل بالتاكيد، ولذلك الاسود بيحمي البيدق. لاحظ ان الفا زيرو ما بيتركش اي فرصه للاسود لتعبئه قطع جناح الوزير، وكمل بيشوب 3، وبكده الابيض اتم تعبئته وربط بين الرخين، وافياله بيحتلوا اوتار قويه، ولذلك بيشوب اف 5 بيعبئ الفيل ويتبقى له قطعتين في جناح الوزير. هل هيستطيع تعبئتهم؟ اذا عبئهم هيزيد امله كثيرا في الفوز لانه له قطعة وبيدق، والابيض بيكمل في تعبئته بروك دي 1 وبينشر الرخ بتنبو على الوزير، والوزير ذهب للاي 3 طالب التكسير، لكن بالطبع الابيض رفض وذهب للسي 4 وبعد بي 5 طالب الوزير. من هنا بيبدأ مرحلة اخرى في الدور، الوزير الاسود مبتعد عن حماية الملك، والابيض بدأ في تنفيذ تكتيك رائع وبدأ باتش جي 5 تشيك، وبعد الاخذ كمل كوين اتش 4 تشيك، والبيدق بالطبع لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الملك، وموقف الملك اصبح حرج وذهب للجي 6. وبدءا من هنا الفا زيرو هيبهرنا بنقلاته غير البشرية، فأصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون، وكذلك ربما أصحاب العقول، ولعب كوين اتش 1. الوزير بيتراجع لكن بيعمل بطارية مع الفيل للتصويب على السي 6 ومنع الحصان نهائيا من التحرك، وده اللي ممكن أقوله كبني آدم، ولكن الفا زيرو له تهديد خطير للغاية، وبالطبع ستوك فيش عرف هدف الفا زيرو ولذلك تراجع بالملك للجي 7. ولكن ليه اختار هذه النقلة؟ لان مثلا لو حاول يخرج الحصان للمربع دي 7 الابيض لن يأخذ البيدق، وانما هيلعب النقلة المختفية، من يصل اليها له اهداء. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. بالنقلة الفائزة جي 4 طالب الفيل، والفيل اما ياخد البيدق او يتراجع للاي 6 اللي هتكون نقلة كارثية، لان الابيض هيكمل بيشوب اي 4 تشيك، والملك لا يستطيع التراجع، والا كوين اتش 7 تشيك هتنهي الموقف، ولذلك لابد ان يغطي، وسواء الاسود غطى بالفيل او حتى غطى بالرخ هياخد بتشيك، وبعد الاخذ هياخد مره اخرى بتشيك، والملك لو اخذ هيدخل في معسكر الابيض والابيض هيفوز، ولو تراجع للمربع جي 7 هياخد بالرخ وبيربط الفيل على الملك وطالب البيشوب اي 4 تشيك، والفيل هيسقط والملك وراءه، بينما لو ذهب للاف 7 هتكون اسوأ لان الوزير هياخد البيدق بتشيك، وبعد تراجع الملك هيخسر فورا ببيشوب جي 5، بيصوب على الفيل المربوط بالرخ وطالبه ايضا بالوزير، وفي كل التفريعات الاسود هيتلقى المات. اذا تراجع الفيل لا يصلح، ويتبقى الاخذ على الجي 4، وهنا هيحصل تقريبا نفس السيناريو ببيشوب اي 4 تشيك، ولابد من التغطية بالفيل، وهنا الابيض هياخد الفيل بتشيك، وبعد الاخذ بالرخ هيسقط الحصان وبيصوب على الفيل، والفيل لا يستطيع التحرك، والا كوين اتش 7 تشيك هتنهي الموقف، والابيض بيهدد باخذ بيدق السي 6 بتشيك للملك، والاسود هينهار، ولذلك هنا ستوك فيش توقع هذه النقله وتراجع بالملك للجي 7،
والابيض كمل بيشوب اي 4 طالب الفيل، لكن بعد تراجع الملك الفيل له مربع للتراجع، والابيض اخد الفيل، وبعد الاخذ الفا زيرو لعب النقله القويه كوين اتش 3 بيمنع الحصان من التعبئه، والحصان لو تعبأ على المربع اي 6 هيترك المربع دي 7 للرخ اللي هيحتله رابط الفيل على الملك، والابيض ايضا بيهدد ببيشوب دي 4 تشيك ويفتح عمود الرخ على الفيل ويفوز، ولذلك الحصان لا يستطيع التعبئه وكمل بيشوب اف 6 والفيل غادر الصف السابع طالب بيدا السي 3، لكن هنا ظهرت خطة جديدة لألفا زيرو وكمل كينج جي 2 بيترك المربع اتش 1 للرخ لتكوين بطارية مع الوزير، والملك الاسود هيتلقى المات، والنقلة الوحيدة هي كوين اي 2 بيفوز ببيضة اخر، لكن الاهم هيصل للمربع جي 8 للدفاع عن الملك، وبالفعل بعد روك اتش 1 طالب كوين اتش 7 تشيك ميت، الوزير تراجع للجي 8 وبيحمي المربع، وطالب ياخد بيدا السي 3 اللي تقدم للمربع سي 4، لكن هل هناك اي اهميه لهذه النقله؟ هنعرف بعد قليل. ومره اخرى الحصان لا يستطيع التعبئه لوجود الرخ والوزير، واذا جه للمربع اي 6 الرخ هينزل للاي 7 بتشيك وموقف الملك هيتدهور، ولذلك كمل روك اي 8 بيشوب دي 4 والفيل رحب بالتكسير، والابيض اخذ بالرخ بيهدد بالوصول للمربع دي 7 بتشيك، والملك هيتلقى المات، ولذلك روك دي 8 طالب الرخ، والابيض لم يمانع في التكسير، والاسود اخد الرخ سعيدا وتخلص من معظم قطع الابيض، لكن ما زال بيعاني من تعبئة الحصان وبالتالي الرخ، والابيض وجد ان كوين اتش 6 او كوين اتش 7 تشيك لن تجدي شيئا لان الملك هيذهب للاف 6، ولذلك حاصر الملك بكوين اي 6 طالب الكش القوية بالاي 5، فمثلا لو الحصان ذهب للاي 6 هتكون نقلة كارثية، لان الابيض هينفذ خطته بكوين اي 5 تشيك، والاسود هينهار، لان لو غطى مثلا بالوزير هيخسره فورا بروك دي 7 تشيك، ولابد من اخذ الرخ، والابيض هياخد الوزير ويفوز، بينما لو ذهب مثلا للاف 7 هيتلقى المات في نقلتين روك اتش 7 تشيك، ولابد من الذهاب للصف الاخير، وهنا كوين اتش 8 تشيك ميت، وايضا لو ذهب للجي 8 هيتلقى المات في 3 نقلات روك اتش 8 تشيك كينج اف 7 روك اتش 7 تشيك، ولابد من الذهاب للصف الاخير وكوين اتش 8 تشيك ميت. اذا الكوين اي 6 نقله قويه للغايه، بينما بيدا السي 4 عرفنا قيمته لانه بيمنع الوزير من الذهاب للدي 5 بتشيك ويتم تكسير الوزيرين والاسود يفوز. اذا الفا زيرو لا يلعب اي نقله غير بهدف، ولذلك الاسود مجبر على لعب النايت دي 7 بيعبق الحصان وبيمنع الوزير من الاي 4، لكن هنا جاءت النقله الفائزه الاخيره، إذا وصلت لها لك إهداء. صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. الأبيض لعب روك دي 1 بيربط الحصان على الوزير وطالب ياخده بشوكة ملكية، ولا توجد أي وسيلة لإنقاذ الحصان، ولذلك لعب نايت سي 5 طالب الوزير، والابيض اخذ الوزير والاسود كذلك، لكن الابيض اخذ الرخ طالب بيدا الاي 7 بتشيك، وبعد بي سي 4 روك اي 7 تشيك كينج اف 6
لعب روك اي 4 طالب يفوز ببيدق اخر، وهتتساقط بيادق الاسود الضعيفة، والابيض هيفوز. ولذلك استوكفيش سلم بعد ما اثبت ان القطع ليس لها اهمية امام اخراج الملك للعراء وايقاف تعبئة المنافس. وده درس لازم نتعلمه في الشطرنج. والى اللقاء في ادوار اخرى للمحركات اكثر اثارة وتعلما. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.